أهلا بكم. مثل كرة الثلج تتفاقم أزمة الوثائق الرئاسية المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأصبحت العديد من الأطراف مشاركة فيها، الأمر الذي سيلقي بالتأكيد بظلاله على مساعي ترامب لخوض سباق الرئاسة مجددا، وربما يعطل فرصه بشكل قانوني في السعي لفترة جديدة في البيت الأبيض. فبعد أسابيع قليلة من تفتيش عملاء الـ FBI لمقر إقامة ترامب في ماريلجو بفلوريدا ومصادرة صناديق من الوثائق التي أخذها ترامب من البيت الأبيض، بات الأمر منظور أمام القضاء، حيث تبحث محكمة الاستجابة لمحامية دونالد ترامب بتعيين خبير خاص لمراجعة تلك الوثائق، كما أن الاستخبارات الأمريكية ستقوم بإجراء تقييم لمخاطر الأمن القومي التي ربما تكون قد نجمت عن حيازة ترامب لتلك الوثائق في منتجعه للجولف في فلوريدا حيث يقيم. وألمحت قضية فيدرالية أمريكية السبت الماضي إلى أنها تميل إلى الموافقة على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بتعيين خبير خاص لمراجعة صناديق من الوثائق السرية ومواد أخرى التي أخذتها السلطات الفيدرالية من مقر إقامته في فلوريدا بماليرجو قبل 3 أسابيع. وفي حكم قصير ورد في صفحتين، منحت القاضية إيلين كانون الحكومة الأمريكية حتى يوم الثلاثاء المقبل لتقديم مرافعتها في هذا الشأن، وحددت موعد لجلسة قضائية يوم الخميس في ويست بالم بولاية فلوريدا. وقدم الفريق القانوني لترامب طلبا الاثنين الماضي يطلب من المحكم تعيين خبير خارجي في هذا الشأن، ووثق تفتيش الـ FBI لمنزل ترامب في ماريلجو بأنه مسيس وعدواني بشكل صادم. وزعم محامي الرئيس السابق أن السلطات الفيدرالية صادرت سجلات دون أي حق قانوني. وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من أن القاضية التي عينها ترامب في منصبها عام 2020 تميل على ما يبدو على تعيين خبير خاص، إلا أن قالت أن قرارها لا ينبغي الأخذ به على أنه قرار أخير بشأن المدعي. وصدرت السلطات الفيدرالية نحو 20 صندوق من المواد من ماريلجو خلال عملية التفتيش، منها 11 مجموعة من الوثائق السرية والعديد منها مصنف على أنه سري للغاية. ويريد محامي ترامب أن يعيد أي معلومات تم أخذها من ماريلجو والتي تتجاوز نطاق مذكرة التفتيش، وأن يتم تنحية أي مادة يجب حمايتها من المراجعة الحكومية بسبب الميزة التنفيذية من ناحية أخرى. قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية إن مجتمع الاستخبارات سيقيم مخاطر الأمن القومي المحتملة النابعة من حيازة الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية للغاية في مقر إقامته بماريلجو بولاية فلوريدا الأمريكية. وقالت مجلة بوليتيكو إنها حصلت على خطاب مؤرخ بيوم الجمعة الماضي أخبرت فيه هاينز رئيس لجنة الرقابة من مجلس النواب مارلون مالوني ورئيس لجنة الاستخبارات آدم تشيف أن مكتبها سيقود تقييما للمخاطر المحتملة للأمن القومي التي قد تنبع من الكشف عن الوثائق ذات الصلة. وكتب هاينز تقول إن وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية يعملون معا لتسهيل عملية مراجعة السرية للمواد المحتملة بما في ذلك تلك التي تم استعادتها خلال عملية التفتيش، وأضافت أن المراجعة سيتم إجراءها بطريقة لا تتدخل مع تحقيق وزارة العدل الجنائي المستمر في هذه القضية. يمثل هذا الخطاب أول تواصل معروف بين إدارة بايدن مع الكونجرس حول قضية التحقيق المستمر المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب. وكشفت وثائق المحكمة أن وزارة العدل تجري تحقيقا في انتهاكان محتملا لقانون الوثائق الرئاسية وقانون التجسس وعرقلة سير العدالة، كما أنه أول اعتراف من قبل مجتمع الاستخبارات باحتمال حدوث ضرر بسبب الوثائق المفقودة، والتي قال المدعون يوم الجمعة أنها تشمل معلومات استخباراتية تم جمعها من مصادر بسرية من مراسلات أجنبية. ويطالب كبار المشرعين بالحصول على تفاصيل حول جوهر الوثائق منذ 8 أغسطس عندما تم تفتيش ماريلجو، لكن لم يتم إطلاع أي من لجان الاستخبارات أو قادة الكونجرس ممن يطلق عليهم مجموعة الثمانية يعني أي شيء خاص بهذا الأمر. لهنا بتنتهي هذه التغطية، واشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة هنقدمها لكم من تلفزيون اليوم السابع.